بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على حاجة مهمة جدا في السيكونس. خلاص هنوضح ازاي السيكونس ما بيمرش على كل العمليات، على كل الداتا اللي موجودة عندي، ودي حاجة من اخطر الحاجات واللي بتعلي البرفورمانس جدا جدا في الشغل. خلاص عرفت فاريبل سميته ريزلت وعملت سيكونس اوف، ماشي، وهحط الداتا بالاكزامبل بتاعي البسيط ان انا احط مثلا ايه ثلاث اسماء، عادل وكحيل ومثلا ومعين. انا عندي ثلاث اسماء اهي من سيكونس معين، عايز اعمل عليهم ايه شويه عمليات. انا عندي مثلا فانكشن اسمها ماب. ماب دي يا شباب مسؤوله عن عمليه ترانسفورميشن، عمليه تحويل للتكست الموجود. يعني مثلا هعمل عمليات على النص اللي موجود جوه السيكونس، او على الارقام الموجوده جوه السيكونس، اعمل اضربها اقسمهم اجمعهم اعملهم زي ما انا عايز، او اخليهم كابيتال اخليهم سمول اخليهم، تمام كده. بعمل عمليه ترانسفورميشن، عمليه تحويل على التكست الموجود او على الفاليوز الموجوده. انا اول عمليه هكتبها في البرنت لاين بتاعت الماب، هطبع الايتم بس نشوفه ماشي كسطر عشان اعرف انه دخل في الماب، عشان اعرف انه دخل في الماب بس لينا احنا، واقول دوت تو ابر كيس ات دوت تو ابر كيس، معناها ان عادل ده هتبقى كلها كابيتال، كحيل هتبقى كلها كابيتال، المهم كلها هتبقى كابيتال. يبقى الماب بترجع لي لسته فيها النتيجه بس بعد ما حصل عليها عمليه تحويل على كل ايتم. اني ودي فانكشن بتريترن ليا ترو لو طبق الشرط اللي هقوله على اي ايتم، اي ايتم. يعني لو الشرط اللي هحطه اول هيعدي على عادل ما تنفذش، هيعدي على مش عارف مين مش هتنفذش، تنفذ او خلاص مش هيكمل. اول ما واحده منهم جابت معاه ترو خلاص، اي لان هو مستني اي واحده اني. فانا اعمل ايه جوه اني؟ يبقى كده عرفنا اني بتريترن ترو لو على الاقل 1 ايتم طبق الشرط. فانا هطبع برضو كلمه اني والايتم عشان برضو نبقى عارفين انه دخل جوه الاني، بيطبق الاني على انه واحده. والكونديشن بتاعه بسيط، ات دوت ستارت ويز اي كلمه بتبدا بيه حرف الكي كابيتال، يعني عادل لا طبعا كحيل اول ثاني واحد هيرتن ترو في الحاله دي مش هيكمل. خلاص ده الكونديشن بتاعي. وفي الاخر بعد ما اخلص خالص انا هطبع لكم الريزلت، تمام كده، هطبع الريزلت في الاخر. وتعالى نشوف الايه، نشوف كده التنفيذ. خد بالك بقى من اللي هيحصل، المهيمن مش هيظهر خالص ولا هيتنفذ عليه، ده بنسميه ايرلي اكزيت. خلاص ايرلي اكزيت، خرج بدري من قبل اي شغل اصلا، ما فيش شغل هيتم عليه، ولا الماب هتشتغل عليه ولا الاني هتشتغل عليه، فدي بنسميها الايرلي ايه اكزيت. ودي من اهم الخصائص الموجوده في السيكونس واللي بتمبروف البرفورمانس، بتعلي مستوى اداء الابلكيشن بتاعك، بالذات لما تكون شغال مع لارج داتا او في عندك بيانات كتير قوي وحاجات. والحاجات دي على فكره بتستخدم باستغلال جامد جدا في موضوعات البيج داتا والحاجات الادفانسد الجديده دي. المهم ماب جاب لعادل واني جابت عادل، ماب جابت كحيل وجابت كحيل، جابت ترو، الموضوع انتهى. خلاص الموضوع بالنسبه له ايه؟ الموضوع بالنسبه له انتهى، وما شافش اصلا مهيمن ولا اشتغل عليه.